نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية المؤتمر الختامي لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد الحضور في كلمتهم أن الرئيس السيسي هو المرشح الرئاسي القادر على تولي منصب رئيس الجمهورية، فقد شهدت مصر على يده في الفترة الماضية إنجازات كبيرة وتنمية وتطوير في كافة المجالات والقطاعات، مؤكدين أهمية المشاركة الانتخابية. أنا مبهورة بالجمال اللي احنا شفناه في الغربية، ومحافظة المحافظة كلها كانت مجمعة في حب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الدعم ليه، وكان في حشد غير عادي مبهر، والشباب جاي بيأيد بقلبه وبحبه وبحماس، كان رائع وأكتر من رائع. طبعا احنا شفنا النهاردة يوم رائع وجميل وحشد رائع واصطفاف لأعضاء حزب مستقبل وطن لمحافظة الغربية بأعداد غفيرة لدعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات في فترة رئاسية جديدة. كان في ملحمة جميلة النهاردة في حب الرئيس السيسي، وده مش حب الرئيس السيسي بس، ده وقوف بجانب مصر في الظروف اللي احنا بنعيش فيها. فتحية لشعب الغربية النهاردة العظيم اللي يعني ادى رسالة فعلا مطمئنة، وان شاء الله يوم الانتخابات هيبقى في رسالة مطمئنة جدا من شعب الغربية. المرشح عبد الفتاح السيسي يتميز عن بقية المرشحين بأنه رجل الدولة من الطراز الأول، يحفظ فيها كل كبيرة وصغيرة، هو رجل المرحلة القادمة لما له من تاريخ مشرف، الرجل له إنجازات واسعة، هذه الإنجازات على الأرض موجودة للقاصي والداني. فإن شاء الله بإذن الله تعالى أدعو جميع جموع الشعب المصري بكافة طوائفه في كل المحافظات بالنزول يوم 10 و11 و12 للتصويت لمرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.